صحفية من نيويورك تايمز مدام. أهلا وسهلا فيكي. أنا أجيت لهون مشان نحكي بخصوص يلي صار بجمعية يهود بروكلين. يعني أنتي أجيتي تشوفي اليهودية اللي بتكره حالها؟ لا مو هيك مدام، أنا أجيت أسمع رأيك أنتي. بفهم من كلامك إنك سمعتي الرأي الثاني. تفضلي اسأليني اللي بدك إياه، أنا مستعدة. سوينا. حاضر مدام. انتوا ما راح تزوقوا؟ تاركيننا هون وعم تتفتلوا بالبيت مثل السياح؟ كنا عم نشوف معمارية البيت العربي. يا أخي عن جد شي مزيد. مو معقولين هدول الاثنين، كل ما بيجوا لهون بيندهشوا من معمارية البيت العربي. شو جنابكم سياح ألمان يعني؟ لا بس شي بجنن عن جد، أنا كل مرة بشوفوا لهالبيت بتفاجأ بشغلات جديدة. يلا، تفضل. ايه الله يديم عليكم مفات الاكتشاف. ليش عم تتمسخري ست صفاء؟ حبيبتي هذا البيت غير كل البيوت. انا هون بحس بالامان. مزبوط حكي لبنى، هذا البيت امان. شو حنان؟ هلا لانه بيتكم بدك تعملي لي قصر سحري؟ هيك شيء. هذا البيت له قصه. أبو لجدي كان يشتغل بالجمعيات السرية العربية أيام العثمانيين، بعتوا لحتى يمسكوا. ما عرف وين بده يروح، ما لقى حاله غير ماسك ابنه وعم يركض بهالشوارع لحد ما وصل على هذا البيت. مرحبا يا اختي، الله يخليك، خبينا عندي الدرك لحقينا. المرأة أوت أبو لجدي وشارت عليه إنه يتخبى بهاي البحر. بالبداية هو ما صدق، معقولة حدا يتخبى بالبحر؟ ما بعرف شو يلي خلاه يصدقها. وبالفعل العسكر قلب البيت فوقاني تحتاني، ما حدا خطر على باله إنه يتطلع بالبحر. الله عمى على قلبه. تاني يوم المرة توفت، قام أبو لجدي سأل بالحارة عن أهلها، ما حدا عرف عنهم شي. قام دفنها بمقبرة باب الصغير، ولما رجع على البيت لحتى ياخد جده رأفت، قام لقى معه سنة تمليك بالبيت، مع أنه المرة ما حكت ولا كلمة مع أبو لجدي ولا حتى سألته عن اسمه. بس كأنه هالقصة خيال علمي. ما بعرف، أنا هيك سمعت للقصة. وانتي صدقتيها؟ يعني ما في شي خليني كذبة. بتعرفي حنان؟ أوقات بحس جدي رأفت إنه كتير حنون عن نسوان. لا عن جد، يمكن لأنه ربي بلا أم. هو حنون ونسوانجي. المهم خالة وداد هلأ ديري بالك على صحتك، هذا مقدر ومكتوب. الله يقويكي، مع السلامة. كلمة الله يرحمه ما قدرت أنطقها. أنا مستغرب بابا ليه اتصلت فيهم للجماعة. يعني بعرف غلاوة خالة وداد عندك، بس هاد واحد هي كانت تقول عنه انه مجنون ومريض نفسي. انا اتصلت لأطمن عن خالة وداد، مو مشان اي شيء تاني. بس كيف هالوردة اللي اسمها وداد طلعت بحق الشوك؟ ومشان هيك كرمال هالوردة بده يتحمل الشوك، بده يتحمل انه الواحد يحاكيها مشان يعزيها بهيك واحد. مانك مضطر بابا، يعني هي مضطرة تستحمله لانه قرايبها. انت بتعرف شو عاملة بهذا قرايبها؟ امبارح ابنها ضل يحاكيني على التليفون ساعة. بتعرف وداد شو عملت فيه بالأول؟
بغض النظر بابا شو ما كانت عاملة. طب انت اسمعني بالأول، شو عملت بابا؟ قلعته لهذا قرايبها اللي انقتل، لأنه كان يحكي عن العرب بحقد وغل. عن جد؟ طردته ونحن ما كنا معها، وما كان في لا سوري ولا فلسطيني، بس قلبها وروحها كانوا حاضرين، وكانت الشام حاضرة بعيونها. بقية بحياتكم، الله يرحمه. شكرا. مدام وداد، بتمنى ما تكوني لساتك مزعوجة مني من سوء التفاهم اللي صار بيناتنا بهداك اليوم. أنا بعرف مردخاي من لما كان صغير، ما بعتقد إنه ينتحر بس لأنه صار مشكلة أو سوء تفاهم بيناتنا. معك حق، وهذا رأيي كمان. ومين الفاعل برأيك؟ ما بعرف. كيف بتخبر المحققين عن كل شيء صار هون قبل ما تروحوا؟ لأنه بصراحة هذا اللي صار. يا ترى خبرت المحققين عن رأيك هاد باللي صار، بأنه جريمة ومانه انتحار؟ لا، برأيي تروح تقول لهم هاد الحكي اللي عم تقوله هلأ. سيد جو، حابب أقول لك أنه أنا جاي ساوي واجبي بالعزا وبس، وفي موضوع تاني حابب أحكيه مع مدام وداد من بعد إذنك. موضوع شو؟ بتمنى نكون لحالنا. ببيتنا ما في أسرار، قول اللي عندك. معلش جو، تفضل نحكي جوا. بتعرفي يا لبنى، كل ما بسمع هي الغنية تحديداً ما بعرف شو بصير لي، بحس قلبي عم يرجف من جوا. وأنا كمان. يا ابني صبر من الإيمان، هالشعب قديش صلوا صابر ولأمتى رح يضل صابر، وشو يلي جابره أساساً يضل صابر؟ الإيمان بشو؟ باليوم اللي رح يجي وينقلعوا فيه الصهاينة من فلسطين، وبعدين ترجع لحضن وطن الأم سوريا الكبرى. قصده الشاب بلاد الشام، واللي هي جزء طبعاً من الأمة العربية. ادخيلك على هيك أمة اللي ما حدا فيها سائل على حدا. قديش سمعنا عن عالم وعيال وقرايبين ما كانوا عم بيحكوا مع بعض ولا بيصلوا لبعض، بس بساعة الجد بيضلوا أهل. هلأ أنتوا كل ما تجتمعوا مع بعض بدكم تقلبوا لي إياها حزبية؟ أساساً فلسطين ما إجاها منا غير الحكي. رشا معها حق. تعرفوا شو هو الاحتلال الحقيقي؟ مو احتلال الأرض، احتلال الذاكرة. لاحظوا شو منقول عن لواء اسكندرون. اللواء انسلخ عن سوريا. منقول انسلخ لأنه عم ينسلخ من الذاكرة. شو عم بيصير معك انت؟ أنا حتى بزمن الانتفاضة بدنا نيأس ونتشائم ونزم أمتنا وتاريخ أمتنا. سوريا أمي، أقدم وأعرق أمي بالعالم. ما في ولا أي حزب ولا أي دين ولا أي أيديولوجيا بالعالم تقدر تغير هي الحقيقة. بزمانات بابا راح رحلة مدرسية على القدس، يمكن بال64-65 هيك شيء. تخيلوا بهداك الوقت كانت تروح رحلات مدرسية من الشام على القدس. الحكي اللي حكالي اياه بخلي الواحد يشتهي بس يوصل لهنيك يشم هوا القدس ويرجع. القدس هي مركز الصراع. ايه مزبوط، مركز الصراع، بس مو الصراع كله. سارتر حكى شغلي عنا نحن العرب، انه منضل نرجع من خندق خلفي للخندق يلي ورا، واول ما منصير بهذا الخندق الوراني بيصير كل هدفنا وهمنا انه ندافع عنه وننسى نفكر نسترجع الخندق يلي كان لنا اساسا. اكيد القدس هي رمز القضية،
بس يعني كمان لا ننسى أن القضية بتبلش من الناقورة للنقب، يعني كل فلسطين هي القضية، وما بيصير ننسى هذا الشيء. ذكرني هالحكي بقصة الديك. أنو ديك؟ قال كان في قبيلة بدوية، وبيوم من الأيام سرق لهم ديك. قال لهم شيخ القبيلة دوروا على يلي سرق الديك. قام هالجماعة ما عملوا شيء. تاني يوم سرق لهم غنمة، عصبوا وضاجوا، رجعوا قال لهم شيخ القبيلة دوروا على يلي سرق الديك. ما حدا رد عليه وما عملوا شيء. وعلى هالحالة كل يوم لحد ما إجا يوم من الأيام ولقوا كل الجمال اللي عندهم انسرقت، عصبوا وضاجوا وقوسوا بالهوى. شو قال لهم شيخ القبيلة؟ دوروا على اللي سرق الديك. كمان ما عملوا شيء. ومن يومتها هالجماعة ورزقهم عم ينسرق شوي شوي، وما حدا منهم كلف حاله وراح يدور على يلي سرق الديك. اطلع لبرا يا حقير، اطلع لبرا، والله هترجع لهون مرة تانية، فهمت؟ يا ريت تفكر كثير منيح بالحكي اللي حكيناه جوا. اطلع لبرا، ما بدي اشوف وشك، اطلع. خير ماما شو صار؟ حقير، حقير وسافل عم يحاول يبتزني، عم يقول انه الموساد عندهم معلومات عن عائلة سورية بتتصل معنا، ولانه الخلاف اللي صار بين مردخاي على امور بتتعلق بالعرب بدهم يتهموا علي وابنه بجريمة القتل بالتنسيق معي. تصوروا، تصوروا الدناءة وصلت معه لوين، تصوروا. جو، جو حكي مع علي خليه عجل بسفره على الشام بسرعة بسرعة. السافل شو طلب منك؟ طلب اني اقدم اموالي لجمعيات اليهود، والا بدهم يعملوا، بدهم يعملوا كل شيء، هدول ما عندهم ارادة على شيء. هذا الحزان. لا تخافي خالي، لا تخافي، مردخاي انتحر، ما حدا قتله. ايه انا رح اتصل بالشرطة واعطيهم الدليل. جو حكي مع علي خليه يروحوا عشان بسرعة. اصبري شوي. قصتك؟ ايه. بدك تزبطيها من الاعدادات، ها حاولي تزبطيها من هون، وارفعي الصوت، ارفعي الصوت على الاخير كمان. انا بدي اطلع على السطح غير جو. اوكي حبيبتي، اذا بدك فوتي من الاعدادات كمان ارجعي ارفعي الصوت اكثر. اوكي اوكي. شايفه شو يا عيني عليك؟ هذا هو يا ستي، منزلين موبايلات جديدة. شو لولو؟ شو نجيب؟ شو عم تعملي هون؟ ولا شي والله، ضايق ليلتك بغير جو. زعلانة من ماهر شي؟ لك ليش هيك قلبي خلقته؟ رح يجلطني يا نجيب مثل الحيط، ما بعرف شو بدي اعمل معه، إذا بياخذني مشوار بيتركني وبصير بيطلع بحدا تاني، أيام بننزل أنا وياه على الجنينة بيروح بيلعب مع الأولاد بالطابة. ومن إمتى هو هيك؟ طول عمره هيك. طيب شو ساوي بحالي؟ بسيطة، يا بدك تتغيري أنت يا هو بيتغير. ليش شبني أنا؟ والله أنا كتير منيحة معه. طبعا أنت منيحة، بس يا بده يصير يهتم فيكي مثل ما عم تهتمي فيه، يا لا بقى تلتكشي فيه. ما هاد هو اللي بده اياه. وشو هو اللي هاد بده اياه؟ اني بطل اهتم فيه مثله يعني، وبعدين نترك بعض. وحضرتك شو ناطره لحتى ما تتركه؟ خلصنا نجيب، استاذ ما بعرف ليش فتحت الموضوع معك. لبنى، لبنى هلا هاي شوي اسلوبها مختلف. شو بكي لبنى خانم؟ أخذتينا بطريقك. شوف لك شو بكن يا جماعة؟ خلص ولا يهمك، تعي نكمل. رح فرجيك على هدول. ايه ارجيني. المحققين رح يتصلوا بالسفارة الإسرائيلية ويطلبوا معلومات عن الوثيقة اللي قدمناها. ايه. وأنا برأيي القصة خلصت هون ماما، يعني هذا ديفيد واللي وراه ما عاد يقدروا يستخدموا دم مردخاي ليبتزوكي مرة ثانية. خالتي ما تخافي، ما عاد في مجال إنهم يطعنوا بصحة هاي الوثيقة. عفواً،
علي ماما. حكي حكي معه. ألو مرحبا علي، كيفك؟ سألوا إمتى نازل على سوريا. علي أنت إمتى نازل على سوريا مع الأولاد؟ لا 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 ما في داعي، لا تعذب حالك. طيب دير بالك حالك، باي. شو قال لك؟ عم يذكرني مواد الفحوصات الدورية تبعك بالمشفى، وقال إذا عندك رغبة يجي على نيويورك مشان يروح معك. يا أبو قلبي. وأنا خبرته إنه ما في داعي يجي، ماما أنا طالع أرتاح شوي. تمارا حكي لي كل شيء بتعرفيه، وشو صار معك بالتفصيل. ماشي. صار هذا الشيء ببداية أحداث الانتفاضة الثانية خالتي، وقتها كان المتطرفين والهامات عم يحرضوا الشباب اليهود على قمع الفلسطينيين بالقوة، وهذا ما كان سبب خوفهم من شبان فلسطينيين عم يواجهوا قوات الجيش بالحجارة، لا كنت شوف بعيونهم لهدول المتطرفين المتعصبين حقد أعمى وكره يخوفني ويرعبني. ايه هذا الخوف نفسه يلي خلاني أهرب، خوف من يلي طالعونا غصبا عننا من الشام. هذا الخوف ساكن جواتي مثل العنكبوت ما قدرت اني اخلص منه. بهذاك الوقت كان مردخاي جواته حقد كبير، حقد خلاه هو مجموعة من هدول الشباب المتطرفين يعتدوا على بيوت العرب القريبة من مستوطنات وبمساعدة الجيش كمان. وهون المصيبة، المصيبة انه كان الجيش عم يسلحهم بالسر. شو هالبشاعة هاي؟ بعد ما تسلح مردخاي بكام ساعة بس قتل 4 أطفال فلسطينيين دفعة واحدة. حرام كانوا يا دوب راجعين من المدرسة. مردخاي عمل هيك؟ ليش ما قلتولي؟ لو بعرف ما كنت دخلته على بيتي. خالتي نحنا ما كنا حابين نخبرك. بعدين اعتقلوا لمردخاي وحطوه بالسجن 2 شهر، وبعدها طلع بشهادة براءة من المحكمة العسكرية. شو الوقاحة؟ وقاحة نعم. بعدين عملوا له فحص طبي بوحدة المستشفيات التابعة للجيش الإسرائيلي، وطلع بهذا التقرير بأنه هو مختل عقلياً ومضطرب نفسياً وعنده ميول انتحارية كمان. فظيعين، ما بستبعد عنهم شيء. بس تمارا أنتي شو خطر لك تحتفظي بالوثيقة وتجيبيها معك لهون؟ والدته لمردخاي عطتني إياها، كان بدها تحميه من أي تصرف أهوج يساوي بأمريكا عن طريق هاي الوثيقة. شو هالجحيمات يلي ورثناه لأولادنا وأحفادنا؟ شو هالجحيم؟ يلي قاليني هو نتيجة تدخلنا بالتحقيق بالوثيقة اللي قدمناها. ما فهمت. مردخاي مات مقتول، أنا متأكد ما انتحر. طيب مو لازم التحقيق يحسم هاي القصة؟ مشكلتي بالوثيقة اللي قدمتها تمارا. مو الوثيقة طالعة من مؤسسة حكومية إسرائيلية؟ هي الوثيقة مزورة وطالعة من مؤسسة عنصرية هدفت برئ مردخاي قدام القضاء الإسرائيلي. هلأ فهمت. يعني نحن متورطين بقضية مردخاي بدون ما نحس. تماما، واللي مضايقني انه نحن عم ندافع عن القاتل هلأ لنخلص حالنا من الابتزاز الوسخ. يعني صرنا مبينين وكأنه شركاء بالجريمة. طيب كيف هيك صار يعني؟ هيك صارت الأمور بسرعة، بس اللي بيهمني هلأ انه ستك تضل بعيد عن هذا الموضوع. طيب ديفيد، كتير كويس انك رحت على الزيت. لا لا لسه ما خلصنا، لسه في عنا شغل كتير، لسه أنا بأول طريق. ايه بشوفك قريبا وبتصل معك لحدد لك موعد. مع السلامة. بيقولوا إن اللوحات بتعبر عن شخصية الفنان، مزبوط هذا الحكي ولا كل شي لحال؟ أكيد مو كل شي لحال، هلأ بالأخير اللوحات بتعبر عن شي جوات الفنان، بس أكيد مو كل شي. أول ما دريت من نجيب إنه مشروعك عن التراث الدمشقي كتير انبسطت، لأنه الموضوع كتير بيهمني، بس أنا خايف إنك تكوني فهمان التراث إنه هو عبارة عن حارات قديمة وبرندات خشب وبيوت لبن. بس هذا تراث؟ مزبوط، بس مو فن. المكان بيعبر عن الإنسان، والحارات القديمة وبيوت اللبن والبرندات الخشب كلها أماكن بتعبر عن أهلنا اللي عاشوا فيها. مزبوط،
بس انت عم تحكي عن الموضوع، عن المعنى. انا قصدي عن الشكل، طريقه التعبير. بس الشكل والموضوع ما بينفصلوا عن بعض. اكيد المواضيع هي هي، بس طريقه الطرح هي الجديده. بجوز. بعتقد انك روحانيه كانسانه وكفنانه وكالوان هوائيه. صحيح انت شو برجك؟ برج الجوزاء. توقعت هوائي، نادرا ما بتقبلي النقد. بقول لك شغله ما بتزعل؟ تفضلي. انا بعمري ما حبيت النقد لانه بعمري ما حسيت فيه. النقد السلبي طبعا. لا، السلبي والايجابي. بتصدق ما بكون مبسوطه لما يجي حدا يمتدح تكوين اللوحه او التضاد اللوني واستخدام الظل والنور ومدري شو. بحسه قريان شي كتاب بالبيت وجاي يسمع لي اياه. يعني انا عم اعمل هيك؟ بعدني ما بعرفك منيح، مع الوقت بتعرفيني اكثر ان شاء الله. اذا انت حابه طبعا. اذا حابه شو؟ انك تعرفيني اكثر. مثل بعضها. خلينا نطلع نقعد معن برا. اساسا انا ما حكيت معها لحتى ازعجك. ما هي هون المشكله. ما فهمت انك ما حكيت معها شيء، ما التكشت حتى. شو بك نجيب؟ قبل ما نجي لهون كنا انا وياها سوا، وقت اجينا لهون طلعنا انا وياها لفوق على السطح، وقت نزلنا انت بعد ما لسانك علقت علينا انه منضل لازقين ببعضنا. انا شفتك بعيني واقف انت ورشا وتاركينا لحالها. كيف تاركها لحالها؟ ما هي كانت واقفه معنا. واقفه معكم ولا كانه موجوده. شبك وانت ورشا نازلين بعض مسجات ومدري شو مثل المراهقين. هلا اذا بعتت لرفيقتي مسج او بعتت لي مسج منصير مثل المراهقين؟ ولك يا اخي تنفلق كل مسجات الدنيا. اذا حبيبتي بدها تزعل مني، معقول انت واحد حبيبته جنبه تاركها مشان كم مسج وشغلات سخيفة؟ بيرجع بيقول لي تاركها. ما هي كانت واقفة معنا، يعني أنا كنت جنبها يا بني آدم. ولك مو المهم إنها تكون جنبك، المهم إنها تحسك قريب، مو غريب عنا. معقول لك ماهر؟ أنا بدي أقول لك عن لبنى، أنا بدي خبرك عن الحب. نجيب، أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ مو لأنها بنت عمي، بس لأني بحسها مثل أختي. ولك لبنى هي، أنا أكتر واحد بالدنيا بعرف قديش عاطفية وحنونة. معقول؟ يحرق حريشك، والله ما عم بعرف شو بدي أقول لك. انت ما بتعرفها للبنى، هي منيحه وظريفه مزبوط، بس هي ما بيهنا لعيش الا اذا شافتني باليوم 24 ساعه، وبهال 24 ساعه لازم نضل لازقين جنب بعضنا عم نحكي عن الحب والاشواق والحنين. عن جد انا ظالمتك، الله يكون معك، زعلت عليك. ليش عم تتمأنس تجيب؟ ما رح احكي شيء هلا، هي جوا بتحب تحكي معها تفضل، ما بدك تصطفل. ماشي اتفقنا. يلا باي. شو صفا؟ بدك نامي اليوم هون؟ لا، وعدي عمتي عروبة بدي ارجع البيت. هلا هذا اللي طلع معك؟ طلعت كل مشكلتك معي انه انا حابة اقضي وقتي معك؟ بسيطة. لبنى، انا عندي اهل واخوات ورفقات، عندي دراسة وعندي شغل، عندي افلام بحب احضرها، عندي اغاني بحب اسمعها، عندي خصوصيات ما فيني من دونها، وعندي انتي، فشو بدي لحق للحق؟ وانا كمان مثلك، ولا مفكرني بلا اهتمامات؟ لا طبعا، بس الفرق بيني وبينك اني انا ما بتدخل بخصوصياتك. تعرف ليش؟ لانه الحياه يا استاذ اولويات، وانت بالنسبه لإلي اولويه. ما هذا الفرق بيني وبينك، انت مانك من اولوياتي. انا في عندي شغلات كتير بحياتي بدي ساويها، وهي الشغلات ما فيني اتخلى عنها كرمال حدا او شيء. هلا انا صرت حدا او شيء بحياتك؟ انا لبنى عم تحاكيني بهاي الطريقه؟ ولك ليش؟ رد رد. بسيطة مثل ما بدك. ليكي لبنى، يمكن انا غلطت بالحكي وعصبت عليكي وانتي عصبتي. ماهر لا تحط الحق علي. خلينا ناجل هالحديث قدام الشباب هلا. انت هاد كل اللي همك الشباب، ما هيك؟ لك صرعتونا انت وياها، فيكم تتخانقوا بس وطوا صوتكم لو سمحتوا. كنن هيك بحبوا يتغزلوا ببعض. تعي تعي.
انتو خناقاتكن وقصصكن ما رح تخلص. عن جد نحن تعبنا عنكن. مو حلوة بحقنا نحن اثنين. الله يوفقك، اتركني بحالي. هات لشوف، شو رأيك بهي الرسمة؟ كتير حلو. وأنا كتير بحبها، كان مزاجي كتير. عمار، فوت قل له لهالدب يطلع من البيت، أحسن ما أعمل له جرس لسه ما صارت. خير نجيب، شو في؟ مين قصدك؟ هذا اللي ما بيتسمى، ماهر كازانوفا. ليش شو عمل؟ زعلها للبنى، انتبهت عليه هون، رحت قلت له على أساسي راضية، عم فات زعلها بزيادة يا زلمة. هاد لأنها غبية، الحق عليها من الأول. لا، لبنى ما لها غبية، بتعرفيها قديش عاطفية وحساسة. لهلا عم تبكي وما وقفت؟ طيب خلص سروق، طول بالك، انا هلا بروح باخذ الشباب، اساسا نحن تاخرنا. اسف عمار. خلص ولا يهمك، بعدين انا بعرف لبنى شو بتعني لك. بكره ما تنسى تحاكيني؟ ان شاء الله. ماشي، يلا بشوفكم خير. مع السلامة. مع السلامة. شو بنا؟ خلص روق. هيك بنرجف منه. هذا اللي صار. المهم تخلص القصة قبل ما نسافر. وبرأيك رح تخلص؟ شو قصدك؟ يعني اللي صار اليوم ما حيغير حقيقة إنه مقتل مردخاي، رح يضل غامض بالنسبة لإلنا. معك حق. يا ترى من إله مصلحة بقتل مردخاي هون بأمريكا؟ يعني قصة انتحار وقصة غريبة ومانا مقنعة. أنا ما فهمت، أنت ليش قدمتي الوثيقة للمحققين؟ لحتى أحمي خالتي وداد وعيلتها، لأنه عندي إحساس إنه الموساد ورا هذا الشيء كله، وخاصة بعد محاولة الابتزاز يلي تعرضت لها خالتي وداد. معقول هيك؟ يعني معقول الإسرائيليين يقتلوا يهودي صهيوني مثل مردخاي؟ كتير انبسطنا بزيارتكم، كنت بتمنى أنه تكون الظروف أحسن وما كان صار يلي صار، بس هيك الرب رايد. خالتي رح نشتاق لكم كتير. مني كمان خالتي. يا جماعة تركونا من العواطف، رح نتأخر على الطيارة. لا تقطعيني. أكيد أكيد. باي. مع السلامة. باي دادا. مع السلامة. هلا أنت ما بدك تبطلي هالحدية بقى، صار عمرك كل العمر ولساتك بنفس الطلع. أنا ماني حدة وانت بتعرف هالشي، بس تعرف كمان اني مرة حقانية وما بحب الزايحة. طالما انك حقانية وما بتحبي الزايحة يا ست زينب، ما تروقي بقى شوي على امها للولاد، روقي. خلص رأفت، شوفوا كلكم يلي بتلاقوا مناسب وتصرفوا، لاني انا مليت من هالسيرة. خلص يعني اقتنعتي بكلامي؟ ليش اقتنعت؟ بعرفك، بس سكتي ما عاد اقتنعتي. أنا ما بحب وجع لك راسك ولا جادلك. بس هذا الموضوع لازم بقى نلاقي له حل، لازم. تركوا للوقت، إن شاء الله بينحل. ولك معقولة يا هدى؟ رح تجننوني انتي واخواتي؟ ولك شو بدي اعمل فيكم؟ من الصبح ما قدرت اعمل ولا شغلة. ولك بدكم تفيقوا ابوكي؟ اه بدكم تفيقوه؟ يلا فوتي فوتي لجوا، شوفي اخواتك، ما بتطلعي لقلك. سكري الباب يلا. صباح الخير ابن عمي. صباح النور. زعجوك الولاد ما؟ شو بدي ساوي؟ من الصبح بعيط على هاد بتنطلي هاي، بعيط على هاي بتنطلي التانية. الله ينزع صباحهم مثل ما نزعوا لي صباحي. بالعكس، الله يحميهم، صواتهم بترد الروح.
الله لا يحرمنا منك يا حق. جيب لك القهوة تشربها هون ولا بتشربها تحت؟ نشربها سوا تحت. من عيوني فادية. عيوني مو مشان شي، بس صوتك وانت عم تسكتي الولاد اعلى من صواتهم كلهم هن وولاد الحارة. يعطيك العافية عمو أبو سطيف. أهلا وسهلا بربيع خانم. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بدي أسألك سؤال. تفضلي. في صبي صغير كان يجي على الحارة، صبي هيك ضعيف وأسمراني. لا تقولي لي هذا الصبي الصغير اللي كان يخربش بالحارة. أيوة هو بذاته. شفت لي يا شي؟ لا والله يا ربيع خانم، بس هذا كان يغلط له شهر شهرين ويجي كل فترة. طيب يعني ما بتعرف وين بحسن ألاقي؟ علمي علمك يا ربيع خانم. عمي أبو سطيف، يعني إيش بتعرف عن هالصبي؟ ما له أهل؟ بلا يا ستي، هذا والده كان بياع تتون، كان يجي ترسع عنا بالحارة وكان يجيب ابنه معه، بس فجأة اختفى وما عاد بين بنوب. يعني إيش صار له؟ والله علمي علمك، يمكن سافر يمكن الحبس، بس الله العليم ابنه لما عم يجي على الحارة عم يدور عليه. كتر خيرك. ميت أهلين وسهلين ربيع خانم. الله معك. مين أبو أدري؟ مين أبو أدري؟ يا فتاح يا عليم من على بكرة الصبح. مين أنت وليش فيت علينا هيك مثل الشوارجية؟ أنت أبو أدري؟ إيه أنا أبو أدري. إيش بك؟ اسمع خاي، إذا لك عنا حق أخذته، وإذا لك عنك شغلة قضيناها، بس تدخل علينا هيك الله وكيلك ما بتطلع إلا محمل. فلدول أشوف أنت مين وليش داخل علينا هيك مثل الشوارجية؟ أنا ربيع. لسه صوتك غالي، وطي صوتك من على بكرة الصبح. أنا ربيع. مين ربيع؟ أخوة لربيعة. ربيعة؟ إيه نعم ربيعة. يعني ما في عنا أي مشاكل؟ لحد هلا لا، بس أنا خايف نكشف. تعرف شو اللي رح يكشفنا؟ ما رح يكشفنا غير ترددكم وخوفكم. القصة مو قصة خوف يا كميل، بس كمان لازم نشوف نتيجة للي عم نساوي. لحد هلا ما حدا انسرق وهاجر. تعرف شو المشكلة بالضبط؟ المشكلة إنكم أنتم ما إنكم عاطين الموضوع حقه. يهود سوريا إذا بدهم يضلوا بهاي السلبية التاريخ ما رح يرحمهم أبدا. وبكرة بتقولوا إنه كميل قال نحن عم نساعدهم ليتصرفوا صح. لا تقارن وضعنا هون بوضع اليهود اللي بأوروبا الشرقية، هاي المقارنة ما رح تزبط. وإذا بيسرق كل يوم 100 محل ما رح نستفيد شيء، وهي إذا ما صار معنا العكس واشترقت الناس علينا. لك اشتهيتك شي مرة تتفلسف لصالحنا، دايما أنت ضدنا. لك يا رجل هذا متسوس علينا، أنت بدك تكسر مقاديفنا بس. نحن عم نسوي اللي علينا. اليوم المسا بخبركم شو بدنا نسوي. بعدين ما عاد اخذت منا بضاعه، وش صار معه ما بعرف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس ايش خلاك ساكت كل هالوقت لحتى تسال عنه؟ فكرت عند اختي الثانيه. اخي بدك تنسالي شغله الشرطه، وانا راح ادور عليها بمعرفتي عند التجار اللي كانت بعرفهم، وانت تصرف بمعرفتك. الله كتر خيرك ولا تؤاخذني عمي، اللي ما بيعرفك بيجهلك، وانا كان دمي فاير فبقى حقك علي. قصه صغيره وما رأيت، بس ما كل مره بتلاقي مني مرق لك يا خاي. أصبح أنا رح أغطل لي يومين زمان وبرجع لعندك بخاطرك. مع السلامة يا محمود. خور معلم. دير بالك على المحل، أنا وصلان لعند الحاج مصطفى. أمرك معلم. صباح الخير عزوز. الله يرضى عليك يا عزوز، بتدير بالك عليهم كتير منيح. يا ريتك عم بتروحي معهم على المدرسة يا أنسة وفاء. أنا روح على المدرسة؟ إيه؟ وليش بقى؟ لحتى تشوفي قديش بدير بالي عليهم. يلا تأخرلو. يلا بالإذن. الله معك. بدك تتعودي، المرة لازم تفيق ترتب حالها تحضر لقمة أكل كاس شاي
بعدين بتفيق زوجها بتقعد معه لحتى يروح على شغله وبتبلش بشغل البيت. زينب بتكون حطت الفطور. رجعت تقلي زينب ليلى بدي اياكي تلحلحي الامور مع الاولاد. ليلى. ايه سامعتك. شو بك؟ عم اقول لك بدي اياكي تروقي الامور مع الاولاد وخاصه محمود. ليش ابو محمود؟ شكله زعلان لهلا لانه تزوجنا. ايه وليش ليزعل؟ الظاهر مو هاين عليه اني تزوجت وحده غير امه. المهم بدي منك تداريه تتقربي منه بدنا نرتاح بقى. لازم يرجع لشغله. والله انا بحبه من كل قلبي بس هو ما بعرف شو بو كل ما بشوفني بيقلب خلقته. يمكن ما بيحبني ابن عمي. منشان هيك عم اقول لك لازم تداريه. خلص مثل ما بدك. يلا خاطرك. مع السلامه. صباح النور. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. تفضلي يا ابي الفطور جاهز. ما بقدر مستعجل. فأخوكي؟ لسه بفيق لك يا؟ لا لا خليه بدنا نشوف اخرته معه. شو بدي اقول لك يا ابي؟ حكيت مع ليلى اضطر الجو معه وكمان بدي اياك تحاولي تقربي بيناتهم. قرب بيناتهم؟ اللي بيسمعك يا ابي بيقول في تار بيناتهم لا سمح الله. يا زينب انا مليت من هالقصه. اخوكي اذا ضل يتصرف هيك راح يجيب اخرتي. بعيد الشر عن قلبك. خلص انا بتصرف لا تاكلها. حكي لك ابي نبهي فهمي ليلو ما بصير هالحكي. خليه يرجع لشغله. خلص ما بصير غير مثل ما بتريد. والله زعلان عليه وزعلان منه. شو مالي خاطر عنده منه؟ اعوذ بالله. محمود بحبك كتير وما بيهون عليه زعلك. بتلاقي اصلا زعلان من حاله. بكره بيرجع مثل اول واحسن ان شاء الله. ان شاء الله بخاطرك يا بي. الله معك. سألت لك عنه. ايه ما حدا بيعرف طريقه يعني مثل ما قال قصطيف. والله مرعوب عليه يكون صاير له شيء. ولد صغير ما له حدا. لا تشغلي بالك كان مدبر حاله قبل ما يجي لعندي. شبك يا ربيع؟ ما في شيء. بس حاسة إنه وجودي مثل عدم. الصبي أجا أكل لقمتين عندي وراح. هذا الحكي مو صحيح. أنت أعطيتيه دفى وحنان لهذا الصبي يمكن ما يلاقيهن عند حدا تاني. وحتى لو ما رجع لعندك رح يضل يتذكرك بالخير. بس أنا ما بدي. ما بدي هي يتذكرني بالخير. بدي يبقى عندي أربيه وأكبره بدير بالي عليه. إذا كان رب العالمين رايد قد ما لف ودار بيرجع لعندك. خاطرك. الله معك.